بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم 24 أكتوبر 2023 تم تنصيبنا من قبل السيد رئيس الدائرة على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدة قديل. وبهذه المناسبة أشكر السيد والي ولاية وهران الذي وضع ثقته فينا، وبإذن الله تعالى سنكون عند هذه الثقة التي وضع فينا على رأس المجلس الشعبي البلدي لبلدة قديل. وكذلك أشكر أعضاء المجلس الشعبي البلدي على ثقتهم وانتخابهم لأكون على رأس البلدية، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى والعمل معا سنحقق التنمية، تحقيق التنمية ببلدية قديل وتطلعات هذا الشعب. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع. وبالمناسبة نشكر قناة الأنيس على هذه التغطية، ونتمنى لكم التوفيق في عملكم الصحفي والمهني. بالتوفيق إن شاء الله.